بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية خامس. اليوم إن شاء الله رح ننتقل للدرس الخامس من وحدة الهندسة، عنوانه تصنيف الأشكال الرباعية. الدرس السابق إحنا أخذنا الأشكال الرباعية، إنها إلها هي مضلع له أربع أضلاع وأربع زوايا. إحنا حكينا إنه كل شكل رباعي له خصائص تختلف عن باقي الأشكال، يوجد خصائص مشتركة وهناك خصائص مختلفة. رح نتعرف بالدرس على اللي خصائص كل من الأشكال الرباعية. الأشكال الرباعية اللي هي عندي مستطيل، عندي معين، متوازي أضلاع، مربع وشبه منحرف. راح نأخذ بالدرس الآن إن شاء الله اللي هي خصائص كل شكل. نشوف اللي هي الجدول في صفحة 84 صفحة 83. عندي الشكل الأول اللي هو عبارة عن شبه منحرف، شايفين شكل شبه منحرف. عندي هون إشارة تدل على أن الضلعان المتقابلان هون متوازيان، أما الضلعان الآخرين غير متوازيان. إذا شبه المنحرف من خصائصه نميزه عن باقي الأشكال أنه له ضلعان من أضلاعه المتقابلة متوازيان فقط، له ضلعان متوازيان فقط. نشوف الشكل الثاني اللي هو متوازي الأضلاع. عندي إشارة أن الضلعان المتقابلان هون متوازيان لهما نفس الطول متطابقان، وعندي هون الضلعان أيضا المتقابلان متوازيان ومتطابقان، والزوايا المتقابلة متطابقة لها نفس القياس. إذا متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متوازيين، أيضا كل ضلعين متقابلين متطابقين يعني إلهن نفس الطول، والزوايا المتقابلة متطابقة كل زاويتين متقابلتين لهما نفس القياس هون متوازي الأضلاع. نشوف المستطيل الشكل الثالث. عندي كل ضلعين متقابلين متوازيين وكل ضلعين متقابلين متطابقين إلهن نفس القياس بالمستطيل، وأيضا جميع زوايا قائمة يعني قياسة 90 درجة. عندي المربع جميع أضلاعه متساوية متطابقة، وكل ضلعين متقابلين متوازيين وجميع زوايا قائمة يعني 90 درجة. الشكل الأخير اللي هو المعين، جميع أضلاعه متطابقة لها نفس الطول، كل ضلعين متقابلين متوازيين وكل زاويتين متقابلتين متطابقتين يعني لهما نفس القياس. هون تعرفنا على خصائص اللي هي الأشكال الرباعية، مطلوب منكم اللي هو فهمها ومن ثم حفظها يا خمس. نشوف عندي اللي هو مثال واحد صفحة 84، معطيني اللي هو اللوح، طالب مني أصنف كل من الأشكال الآتية متوازي أضلاع أو مربع أو مستطيل أو معين أو شبه منحرف، مع تفسير الإجابة إنه ليش صنفناه لهذا الشكل. عندي هنا كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين يعني إلهن نفس الطول، وزوايا هون لحد الآن اللي هي من خصائص متوازي الأضلاع والمستطيل، لكن بنفرق في المستطيل عن متوازي الأضلاع، إنه متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، أما المستطيل جميع زوايا اللي هي قائمة. عندي هون مستطيل، هون جميع زوايا قائمة عمودية لأنها الأضلاع على بعض، فهون عندي هو مستطيل لأنه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتطابقين وجميع زوايا قائمة. الشكل الثاني منلاحظ انه جميع الاضلاع اللي هي لها نفس الطول، هون من خصائص المعين والمربع. مين بدلني على الشكل انه كل زاويتين هون المربع جميع زوايا قائمة، لكن المعين كل زاويتين متقابلتين لهما نفس القياس متطابقتين. هون عندي جميع اضلاع متساوية كل زاويتين متقابلتين متطابقتين لهما نفس القياس، اذا هو معين. نشوف الشكل الرابع هون نتحقق من فهمي. عندي كل ضلعين متقابلين متوازيين ولهما نفس الطول، هون عندي ضلعين متقابلين متوازيين، هون ضلعين متقابلين متوازيين ولهن نفس الطول، وكل زاويتين متقابلتين متطابقتين لهما نفس القياس، ليست قائمة هون، إذا هو متوازي أضلاع. عندي هون نفس الإشي، جميع أضلاعه متطابقة وكل زاويتين متقابلتين لهن كل زاويتين متقابلتين متطابقتين في القياس، إذا هو معين لأن الزوايا ليست قائمة. نشوف هون العلاقة بين اللي هي الأشكال الرباعية. العلاقة بين الأشكال الرباعية رح نيجيها بعد ما نشوف مثال 2 صفحة 85. عندي مثال من الحياة، سجاد في الشكل المجاور سجادة اسمها ABCD على شكل معين، أجب عما يلي: أسمي الأضلاع المتوازية في الشكل. عندي ضلع AB يوازي ضلع CD، ضلع AB يوازي ضلع CD، وضلع AD يوازي ضلع CB. عندي كل ضلعين متقابلين متوازيين، هاي إشارة التوازي يا خامس. عندي الخطين متقابلين هون إشارة التوازي، الضلع AB يوازي ضلع DC وضلع AD يوازي ضلع BC.
ايضا طالب مني احسب محيط الشكل. محيط الشكل اللي هي مجموع اطوال اضلاعه، مجموع اطوال اضلاعه، عندي طول الضلع المعين اطوال اضلاعه متطابقه. الضلع الواحد 2 متر، معناها اللي هي جميع اضلاعه 2 متر، 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 بكررها 4 مرات اللي هي 8 متر المحيط هو طول، بستخدم اللي هي وحده الطول متر، 8 متر. عندي ثالث مطلوب اللي هو الاخير، اسمي زاويتين متطابقتين في الشكل، كل زاويتين متقابلتين متطابقتين. عندي الزاوية A تقابل الزاوية C، إذا هن متطابقتين. الزاوية D تقابل الزاوية B، إذا هما زاويتين متطابقتين. نشوف العلاقة بين اللي هي الأشكال الرباعية، انتبهوا معاي. عندي هل من الممكن إنه نسمي المستطيل مربع أم المربع مستطيل؟ نشوف تعريف المستطيل وتعريف المربع. المربع جميع أضلاعه متساوية في الطول وزوايا قائمة. المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول وجميع زوايا قائمة. إذا من جهة الزوايا اللي هي خاصية الزوايا مشتركة، ما عندي مشكلة. وين اللي عندي المشكلة؟ في أطوال الأضلاع. عندي هل بقدر أقول المستطيل مربع؟ لا. ليش؟ لأن المستطيل كل ضلعين متقابلين متطابقين في الطول. أما المربع جميع أضلاعه متطابقة، إذا بقدر أقول إن المربع مستطيل وليس المستطيل مربع. ليش؟ لأنه تعريف المربع شمل تعريف المستطيل، لكن تعريف المستطيل كان ناقص بالنسبة لتعريف المربع. المستطيل كل ضلعين متقابلين متطابقين. عندي مربع جميع أضلاعه متطابقة، طب بما إن جميع أضلاعه متطابقة معناها كل ضلعين متقابلين متطابقين، معناها بشمل تعريف المستطيل. بقدر أقول إنه المربع كل مربع مستطيل، لكن ليس كل مستطيل مربع. متى بقول إن المستطيل مربع؟ إذا تساوت أطوال أضلاعه. متى بنقول إن المستطيل مربع؟ إذا تساوت أطوال أضلاعه. بنروح ندور على المشكلة وبنحلها. نيجي على بين المربع والمعين. هل نقدر نحكي إن المربع معين أم المعين مربع؟ نشوف خصائص كل منها. عندي خاصية أطوال الأضلاع إنه جميع أطوال أضلاعها متطابقة، هي مشتركة بين الشكلين. لكن وين المشكلة عندي؟ بالزوايا. جميع زوايا المربع قائمة، أما المعين كل زاويتين متقابلتين متطابقتين. معناها بما أن المربع جميع زوايا قائمة، معناها كل زاويتين متقابلتين متطابقتين وجميع أضلاع متطابقة، معناها نقدر نقول أنه كل مربع هو معين. كل مربع هو معين. لكن نقدر نقول أنه المعين مربع؟ لا. ليش؟ لأنه شرط المربع انه جميع اضلاع متطابقه، والاضلاع متطابقه، لكن شرط انه يكون زوايا قائمه. لكن المعين لا، زوايا ليست قائمه، بل كل زاويتين متقابلتين متطابقتين. اذا ليس كل معين مربع. متى نقول انه المعين مربع؟ اذا كانت زوايا قائمه. نيجي نشوف العلاقه بين المربع والمتوازي الاضلاع. متوازي الأضلاع من خصائصه كل ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين، وكل زاويتين متطابقتين متوازيتين. والمربع جميع أضلاع متطابقة وزوايا قائمة. نقدر نقول إن المربع متوازي أضلاع. نشوف هل المربع كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول؟ نعم، لأنه جميع أضلاعه اللي هي متساوية وإيش كل ضلعين متقابلين متوازيين. هل كل زاويتين متقابلتين متطابقتين في القياس؟ نعم، لأن جميع زوايا قائمة، فكل زاويتين متقابلتين متطابقتين. إذا شمل تعريف متوازي الأضلاع. إذا كل مربع هو متوازي أضلاع. لكن نشوف هل المتوازي الأضلاع نقدر نقول عنه مربع؟ لا. ليش؟ لأنه أضلاعه غير متساوية وزوايا غير قائمة. إذا لكن ليس كل متوازي أضلاع مربع. متى بنقول إنه متوازي الأضلاع مربع؟ إذا تساوى جميع أضلاعه وإذا كانت زوايا قائمة. نشوف العلاقة بين المربع وشبه المنحرف. كل مربع هو شبه منحرف. ليش؟ لأنه في ضلعين متقابلين متوازيين، حقق شرط شبه المنحرف. لكن هل شبه المنحرف هو مربع؟ لا. ليش؟ لأنه لازم جميع أضلاعه متساوية في الطول وزوايا قائمة. نشوف العلاقة بين المتوازي المستطيل. نشوف العلاقة بين متوازي الأضلاع والمستطيل. عندي المستطيل هو متوازي أضلاع، لكن المتوازي الأضلاع ليس مستطيل. المشكلة بينهن الزوايا. عندي المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيين.
اما الزوايا انت المستطيل جميعها قائمه، اما كل زاويتين متقابلتين في متوازي الاضلاع متساويتين في المستطيل. متوازي الاضلاع لكن متوازي الاضلاع ليس في مستطيل، والمعين والمتوازي الاضلاع العلاقه بينهم انه هل كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول؟ المتوازي الاضلاع نعم، والمعين نعم. والزوايا عندي كل ضلعين كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، فالمعين بقدر اقول عنه متوازي اضلاع، لكن هل متوازي الاضلاع بقدر اقول عنه معين؟ لا. ليش؟ لانه ليس جميع اضلاعه متساوي، اذا تساوى جميع اضلاعه نقول عنه معين. نشوف العلاقه بين توازي الاضلاع وشبه المنحرف. متوازي الاضلاع نقدر نقول عنه شبه منحرف، لكن شبه المنحرف ما بقدر اقول عنه متوازي اضلاع. ليش؟ لانه متوازي الاضلاع في ضلعين متقابلين متوازيين، اما متوازي الاضلاع عندي لازم كل ضلعين متقابلين متوازيين، لكن شبه المنحرف فقط في ضلعين متقابلين متوازيين، لازم كل ضلعين متقابلين متوازيين عشان نقول عنه متوازي اضلاع. اذا نستنتج انه المربع نقدر نقول عنه جميع الاشكال، لكن ليس الاشكال ما بنقدر نقول عنها مربع، ومتوازي المستطيل بقدر اقول عنه متوازي اضلاع، اما المتوازي ما بنقدر نقول عنه مستطيل. المعين بقدر اقول عنه متوازي اضلاع، لكن المتوازي ما بقدر اقول عنه معين. شبه المنحرف جميع الاضلاع شبه منحرف، لكن شبه المنحرف لا يمثل اي شكل من الاشكال الرباعيه. لهون يا خامس بنكون انهينا جميع افكار الدرس، ويعطيكم العافيه.